قال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: قال لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. قال غير واحد من السلف، أبهم هنا من القائل لهذا القول، وهذا القول ذكره بمعناه البخاري رحمه الله وابن جرير الطبري، ولا شك أنهما من السلف، لأن البخاري رحمه الله صنف كتابه الجامع الصحيح وهو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، وابن جرير الطبري كل المفسرين عيال عليه. قال لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم، في هذا اختلاف، فإنما سبق ماذا قيل في الأثر؟ قال أن أنصبوا في مجالسهم، وهنا قال عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم، فكأن هذه الصور كانت على القبور وليست في المجالس التي كانوا يجلسون فيها، فيقال إما أنهم فعلوا هذا وهذا، أو أنهم قبروا هؤلاء الصالحين في مجالسهم، قبر هؤلاء الصالحون في مجالسهم ثم عكفوا على قبورهم ثم ماذا؟ صوروا تماثيلهم. ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، طال عليهم الأمد الذي هو الزمن، كما قال تعالى مبينا فضل العلم وفضل الوحي والرسالة، قال تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ما الذي بعدها؟ اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. فذكر الماء الذي به حياة الأرض دليل على أن الوحي به حياة القلوب، ولا سبيل لمعرفة الوحي إلا بالتعلم وحضور دروس العلماء والبحث في كتبهم